السلام عليكم، شلونكم يا جماعة؟ اليوم إن شاء الله راح نلعب لعبة جديدة نزل على إيبك جيمز مجانا، وللأسف انتأخرت شوي بتنزيل الفيديو لأنه باقي لها حرفيا يعني يوم واحد من نزول المقطع، ويعني العرض تبعها بيروح. هو على كل حال الكل يعني حرفيا الكل راح ياخذ اللعبة، بس وفي لعبتين نزلن مجانيات الأسبوع هذا، في لعبة ذا أوتر وورلد وعندنا اللعبة الثانية اللي اسمها ثيف. لعبتين شكلهن حلوات شكلهن. اليوم ان شاء الله راح نجرب لعبة The Outer Worlds، انا نزلتها بس لسه ما لعبتها، راح نجربها سوا ونعطيكم بشكل عام يعني رأينا عنها هيك بالمجمل. ومن ناحية من صور اللعبة ما راح اشوف الفيديو هذا، اذا فيديو في فيديو اصلا. اوكي ما في فيديو، تمام. انا نزلت اللعبة وراح نجربها سوا ونعطيكم تقييم عنها هيك بشكل عام، من ناحية جيم بلاي، من ناحية جرافيكس، من ناحية يعني بتعرفوا. تمام، راح نعطيكم هيك تقييم بشكل عام عن اللعبة، من ناحية جيم بلاي، من ناحية اوبتمايزيشن، من ناحية جرافيكس، من هاي الأشياء كلها. ومن ناحية من صور اللعبة، من الصور مبين إنه اللعبة حلوة من ناحية جرافيكس، بس يعني الصور ما بتعطيك شيء يعني ثاني، بتعطيك بس جرافيكس، ف الجرافيكس شكله حلو صراحة. تمام، نشوف بس متطلبات اللعبة على السريع. تمام، والله شك والله يا شباب اللعبة شكلها متطلب كثير، بالمينيمم بتا 12 جيجا رام اقل شيء، وبتا 16 بالريكومندد. تمام، بس المشكلة بكرت الشاشة بتا مينيمم بتا 1060، 6 جيجا في رام المينيمم بس، وريكومندد بتا 1080 تي اي او 2070 او 6700 اكس تي. والله يا شباب اللعبه متطلبه شكلها. تمام، من ناحيه اللغات جوا اللعبه في بس انجليزي واللغات الثانيه، ما في لغه عربيه وصوت انجليزي بس. تمام، نجرب اللعبه يلا بسم الله. لما تفتح اللعبة راح يوديك على المتصفح عشان تسوي الاو للعبة انها تروح تشوف معلومات حسب ايبك جيمز تبعك. نعطيها الاو، سكر المتصفح، راح نجرب اللعبة على الترا بنشوف استهلاكها بشكل عام لكل موارد الجهاز، ونعطيها ابلاي، نسوي كيب، نصطفي الميوزك. المكان بشكل عام شكله اللي بنلعب فيه اسمه هالسيون او هالسيون، لعبة بألفين عام 2320. ايش بلشت اللعبة؟ دقيقة. اوكي، بتقدر تعدل الخصائص تاعت الشخصية تبعتك يعني قبل ما تبلش اللعبة. اوكي، السترينث بتزيد بشكل عام القوة الجسدية تبعتك، الدكسيرتي بتزيد زي سرعة الحركة. No matter, bored outlawed dancing years ago. اسكت. بتزيد سرعة الحركة يعني بتضرب اسرع، بتعشق اسرع. اوكي تمام، في عندك تقدر تزيد الانتليجنس اللي هو الذكاء، والبرسبشن اللي هي زي الحواس تاعتك. الذكاء بزيد الكريتيكال دامج، مش عارف ايش دخل الذكاء بالكريتيكال دامج بس زيد واحدة. البرسبشن تعطيك دامج اعلى على نقاط الضعف والهيت شوتات. اوكي زيدها حبة برضه. عندك البرسوناليتي كمان، ان المحادثة شلون يعني تقنع اللي قدامك انه مثلا تقنعه بشغلة. ف هاي والله انا صراحة انا بحبها كثير، حتى بألعاب فول اوت برضو عند فيها نفس النظام. الكاريزما تشارم، اللي الكاريزما فول اوت وهون اسمها تشارم، هاي انا دائما بزيدها لانها اسطورية صراحة. زيدها حبتين خليها هاي احسن. في عندك التمبر، ها تمبرامنت، يا شباب تمبرامنت ما بعرف اذا قريتها صح ولا لا، بس مش مشكلة. انا بفضل يعني انا بالنسبة لي بفضل اخذ سكيلز للرينج. I hear monarchs in need of more game hunters. للاسلحة الدفاع، والله صراحة انا بالنسبة لي راح اخذ الستيلث. You had a hand in everyone's pocket. راح اخذ ستيلث، والله الستيلث انا بحبه. اوكي، نشوف اللي بعدها.
تمام، في عندك الابتيتيود، هاي واحدة بس تختار، ممكن بعدين تقدر تاخذ منهن. بعد ما شفتهم انا راح اخذ الابتيتيود بونس اللي هي اللي بتعطيك البرسيود working your way up to provisioner اللي بتخليك متحدث احسن. انا راح اخذها صراحة. الابيرينس، اوكي هاي شخصيتك. اوكي انا راح العب شخصية بنت مبدئيا. لا حد يقول لي ليش هيك، بحب العب شخصيات بنات. خلي الديفولت ما بتعدل شي فيه، بس الشعر راح بتعدل شعر، شعر بيض. تمام انا راح اسوي شخصيتي بهذا الشعر، لون الشعر خلنا اسوي خلي اسود هذا، والله ما يعرف قريب للسواد. اوكي الحواجب ما علينا بهي الاشياء كلها. اوكي لا هيك كثير، هيك كثير خلينا لا ايوه خلي طبيعي. مكياج برضو لا شكرا. اوكي خلينا زي ما احنا، هاي بتقدر تخليها ختيارة. لا خلينا شباب احسن. طيب خلاص نروح نيكست. وات از يور نيم؟ بنت اسمها خالد. يلا تمام اوكي، ولما تخلص شخصيتك كلها هيك بيعطيك سمري، هيك بيعطيك يعني هيك ملخص عن الاشياء اللي اخترتها وسويتها. تمام اوكي شكله هسه رح نبلش لعب فعلي يعني. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Okay. Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the pun. Okay, هاي خريطة اللعبة. Okay, شكلها مش كبيرة كثير. شكلها أو يمكن في أماكن هون مش مكتشفة، يمكن نكتشفها بعدين مش عارف. بس على الأغلب إنه بس هي مربعة. On my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. اوكي جرافيكس اللعبة نوعا ما حلو لا بأس به صراحة، بس على هذا الجرافيكس وعلى المتطلبات المكتوبة صراحة لا لا لا. اوكي مبدئيا هون باللعبة وشكله المكان متطلب نوعا ما، ف انا عندي على اعدادات الترا، طبعا هي انا قاعد العب على اعدادات الترا، حوالي الفريمات يعني بين 85 وال 90 فريم. اوكي وحسب اوكي اجى دروب فريم خفيف مش عارف ايش سببه، نشوف. اوكي سبيس فار جمب. اوكي نط نوعا ما خفيفه حاسه. كراوتش وسنيك تو افويد ديتكشن. اوكي شكله في وحش هون اول شيء، بس هذا شكله لوت صح؟ واي سنيكينج از يوز تول جراس روكس اور اذر كفر تو هايد فروم انيميز. ايش الانمي الموجود؟ هذا شكل الوحش. اوكي بقول لك تخبى بال يعني تستعمل العشب طويل او الاحجار كبيرة عشان تتخبى. The awareness meter over enemy heads till if you are unaware. لا 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 هذا المثلث شايفينه، هذا انه هو شايفك ولا مو شايفك.
فنيجي من هون احنا اظن. لا 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 بيقول لي اروح على العشب، بس اذا رحت على العشب راح يشوفني. خوثوا. دقيقة نجرب نطلع من الطرف هون هيك. خلينا بعيدين. لا شافني شافني. لا خبيت. بيشوفك مرة انه استوعب انه في اشي، بعدين مرة ثانية انه خلصت بيحدد عليك. اوكي يعني في مرتين بيسويها. اوكي حلو حلو جميل جدا. كمل. You see now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Side effects, huh? Okay. ليش انا؟ اوكي. كان المفروض انزل شوي شوي صح؟ يلا مش مشكلة. دمجت شوي بس بسيطة. مين هذا؟ Hey, you, come here. بلهام. الحارس بلهام. خلينا نشوف الحارس. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. Okay. Medical 5 still I'll patch you up. الليفل الميديكال 5 او اعلى بتقدر انك تساعده او اساله. خلينا نعالجه بالاول. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. بالخيار الاول والثالث ناخذ، راح ناخذ السلاح، بس بالخيار الاول احسن صراحه من اقول له انه انت غبي. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too for patching me up and all. All spacer's choice weapons are now 30% less عشان likely. عشان علاش تعطاني شغله برضه. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Okay. Okay. والله يا شباب الجيم بلاي صراحة لحد الآن حلو. الجيم بلاي حلو لحد الآن، الجرافكس حلو، بس أنا مش فاهم ليش المتطلبات العالية هاي. وشوف هو لحد الآن من ناحية الأوبتمايزيشن كويس، ما في دروبات، ما في دروبات، فريمات نوعا ما مستقرة، بس ليش المتطلبات العالية يعني؟ حلو والله، أعطاني كمية طلق حلوة، 911 طلقة. What just happened? Can you hear me? What in the hell? This piece of junk. Okay. Okay. Animation طلق كويس، مش سيء. هذا إيش؟ Okay. Animation reload حلو، بس إنه انيميشن الطلق شوي ها، بس كويس برضه بشكل عام. ايش فيه ايش فيه؟ سكر رقم عدد الفريمات. بطء الزمن، يعني تعرف الزمن شلون بصير بطيء، بس عشان يعني تسوي اجراءاتك. حلو. هذا الاعداد اللي فوق على اليسار اللي هو متى بيخلص؟ لما تأيم بصير اوكي نفس الشيء، بس لما تمشي بصير يقص اسرع بكثير. اوكي لما نوقفه بيرد يشحن. تمام حلو، كل شيء حلو لحد الان والله. هذا
هذا باين انه ضدي اكيد. اوكي هذا ضدي. اوكي توقعت الصراحه لما يكون سنيك وهيت شوت انه يموت من طلقه واحده، بس مش مشكله برضه. طلق نيكلس هلمت. اوكي نشوف هون ايش عندكم. هاكينج اند بيكينج لوكس. اوكي تقدر تهكر وتفتح اقفال، بس كانه بدك زي اسلاك او اشي. ما معي هذول. بيك اب ماك بيك. بدي كمان واحد. ايوه زيرو جي برو. اوكي هاتو. هذا شاط. فيش ستيك. هذا اكل. ها فيش ستيك عصاية سمك. اوكي هذا اكل. اوه تمام خلينا نجرب نفتح هذا. اوكي بهي السهولة توقعت في انيميشن فتح قفل وهيك، عارفين شلون. مش مشكلة. ايه هو كان المفروض اني اطلق على هذا فجره عشان يتفجر هو. اوكي مش مشكلة. سنتري سيبر. هذا اعطاني زيه اللي داويته ورا. نشوف الانفنتوري. في عندك تقدر تشيل معك اربع اسلحة. نشوف هذا. ولاحظت انه في زي الديورابيلتي للسلاح انه بينكسر معك، فبتقدر تصلحه بعدين. هاي شايفين البرستين 100%. السلاح نفس الاشي، حتى السلاح برضو اللي ديورابيلتي. هذا السيف وهذا most melee weapons can perform 3 swing. اوكي حلو. اوكي هذا الس اوكي كل شيء حلو لحد الان. هذا اضل معي. اوكي وانا ايش المفروض اسوي؟ كويست. طب اشوف الكوست من وين. هي الكوست. انا حاليا اللي فيها فايند هوثرون شيب. فايند هوثرون شيب. في هذا اللي اسمه هوثرون، مش عارف ايش وضعه صراحة، بس بنلاقي السفينة تبعته. اي شو ودي؟ اوكي ضد هذول. لا 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 وات ليم. ايوه اوكي حلو لحد الان. لقينا هذا مع طلق. انا قتلت واحد ثاني. ايوه هي خلينا نشوف هذا ايش عنده. وين راح؟ ايوه حلو والله. الجيم بلاي حلو كثير والله الجيم بلاي عجبني كثير صراحة. بس خلينا نشوف. لقيت اكثر من واحد هلمت. ايش وضعها هاي؟ ارمور مانجمنت. اوكي دير الدروع. بتقدر تلبس الجست بليت وخوذه. ارمور 4 4 4 كلها نفس الشيء. اوكي اوكي هاي السفينه. Hey! Get over here before you get yourself killed. اوكي don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Okay. Call on that rung leech. Landing in the Vale without using an official spacer's choice, I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Just a landing violation. Let it go. So I heard I found one of your teammates holed up in a cave. I have already dealt with a few of these men, not impressed. Okay.
اي هارد اي فاند. نقولهم عن الطاقم او صاحبهم هذاك اللي لقيته جوا الكهف، يمكن يروحوا يساعدوه ولا شيء. Really? How is he? He will make it. I helped him with the pain. Still a more. لا اوكي ساعدته. Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. اسكتي. We'll see him back to Edgewater. Just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Do Spacer Choice guard back down from a challenge? I bet you couldn't... Guess I'll have give you a zero on my customer certification survey. Don't worry, you sit tight, I'll handle it. Coward, I'll do it myself. 1 hour later. Pursued. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But... seeing as I'm the acting manager in this situation... Yeah. You know what? You're right. Akit, I'm right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. And it's gonna be fucking laminated. Here we go. تحمست طيب شوي شوي. ايش هجمين عليهم؟ الله يبلع طلقة. تعال جاي. I just earned a fine bonus. الله عطته طيرته. الو ايش هذا؟ في واحد ثاني مات. في واحد كمان، في كمان واحد قتلته هون. ايوه لا ايوه ايوه حلو. وفي واحد، في اللي كان معنا صاحبنا هذا اتوقع بلع طلقه مات. شفتوا بلع طلقه يوه. هيو ولا مو هذا؟ لا مو هذا. اوكي خلينا نطلع على السفينه. هولد اي. You can first travel to locations you have unlocked by opening your map, selecting your destination. Please be informed that this vessel contains no valuable plant. اوكي حلو كثير اللعبه فيها فاست ترافل برضو. النقاط هاي زي شرط البوصله، هاي فاست ترافل. حلو ممتاز والله. والله اللعبه اسطوريه لحد الان كل شيء تمام، بس انه شغلت المتطلبات العاليه هاي، اما غير هيك صراحه كل شيء حلو باللعبه. Intruders are not authorized to access the unreliable's amenities, including the cargo hold's workbench. اوكي هاي الوركبنش هون شكله بصلح الاسلحه وبصنع اشياء. ايش هذا؟ weapon parts. اتوقع هذا بتصلح فيه السلاح. Please be informed that ignoring me is dangerous for your health. يشفيتني مش عارف. مكتوب بيك اب مو ستيل، هاي المفروض انها مو سرقه صح؟ سواد اوف شوت جن، خلنا ناخذه. اوكي لحد الان كل تمام. في شغله هي منطقيا صفر بس يعني هي بتريح نوعا ما، الشوت جن او السواد اوف شوت جن على الاقل، بس مع المسدس بيستعملوا نفس نوع الطلق. يعني شايفين عدد الذخيره الموجوده للسلاحين نفسه. اوكي نطلع فوق نشوف ايش فيه. اوكي وانا لازم اروح هناك بس نشوف ايش فيه. اشاب Marauder, please be informed that the engine room contains nothing of value. Thing of value. Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. اوكي خلاص راح اطلع، فهمت. اوكي مش مشكلة. خلنا نروح هون. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. يعني؟ Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Ada. أهلين Ada. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion.
Failure to do so will result in your immediate destruction. Please return any mishap. توقع بتقصد الميتال بارت والشوتجن اللي اخذتهم. What are you going to do? Self destruct. I'm not here to misappropriate anything. I don't. Okay. مش عارف ايش اختار صراحة. هذا فيه زي استهزاء بس مبين انها بتقدر فانساك منها. I'm not here. اوكي يعني خلينا محترميني شوي. I detect an elevated heart rate indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing you realize we are on the ground, right? In 5, 4, you are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. يا علوة يا علوة. أنا تقدر شفت. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Your captain's a red smear under my escape pod. Hawthorne is dead. ماتوا؟ ما بعرف بس المفروض لما بقولها ما في بين قوسين لاي انه عشان تكذب فممكن يفعلها حقيقة. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. Okay. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? أقول له إنه على أساس إنه أنا هوثرن هذا. You need to be Captain Hawthorne or you can't fly. Okay, but I'm not Hawthorne. Hawthorne is dead. I get it. You need me to be Captain Hawthorne. هذا في منطقي شوي إنه يعني ما راح تردي علي. ما راح تستني فما راح تحل يعني ما راح تطير السفينة ما راح تطير. فهذا في منطقية أكثر بس الكمبيوتر في منطقية بس المفروض الكمبيوتر ذكي فجرب. Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, منطقية. Our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. I did find part of that thing in the garage. Jirini Engineering 5. خلنا نستعملها. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Captain of the Unreliable. I like it. Look at her. Yeah. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Okay. طبعت لي زي هوية ID إنه فيها الاسم صاحب السفينة على أساس إنه أنا. فإنه هسا بقدر يعني. يا ناس مسموح لي كل شيء بالسفينة إني أخذه استعمله. If your equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 workbench. Okay. Okay. Okay شباب بس هذا هو المقطع لليوم. جربنا فيه اللعبة هيك شوية شفناها وشفنا الجيم بلاي الجرافيكس. اوكي اللعبة حلوة والله صراحة. الجيم بلاي عجبني الجرافيكس لا بأس به كويس ويعني حتى كل شيء باللعبة صراحة شافه حلو. في شغلة استوعبتها هسا والمفروض استوعبها من اول انه اللعبة مبين عليها مش مبين عليها هي عالم مفتوح. اللعبة عالم مفتوح كمية الخيارات اللي معطينك اياها يعني صراحة اشي حلو كثير. هذا اشي عجبني كثير باللعبة كمان.
فبعضنا أنا من يعني نفسي كتقييم للعبة من 10 راح أعطيها صراحة راح أعطيها أنا كنت بدي أقول 6 بس تستاهل أكثر من 6 تمام راح أقول راح أعطيها تقييم 7 من 10 راح تكون هي أكثر من هيك بس لو للمتطلب العالي تبعها ولا غير هيك كل شيء كويس يعني. لا تنسوا اللايك للفيديو واشتركوا بالقناة عشان كل أسبوع إن شاء الله راح نجرب اللعبة اللي بتنزل جديد نجربها ونعطيكم هيك رأينا عنها بشكل عام زي هاي اللعبة وبس يلا سلام عليكم.